أعلنت خلية تابعة لوزارة الدفاع الروسية أنه تقرر الدخول في وقف لإطلاق النار بشكل جزئي في عدة مناطق أوكرانية. أكدت الخلية أن الإجراء سيبدأ العمل به بدءا من الساعة 7 من صباح اليوم. وتواصلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فيما يجري الحديث عن استعداد القوات الروسية لهجوم واسع النطاق ينتظر أن يشمل العاصمة كييف في المقام الأول. وقالت مصادر عسكرية إن الجيش الأوكراني يتهيأ لصد الهجوم على كييف ومنع الجيش الروسي من التقدم غربا بنصف جسر يربط العاصمة بالمناطق الواقعة غربها. وبالإضافة إلى كييف يتوقع أن يمتد الهجوم نحو خاركيف ثم تشيرنيغيف في الشمال قبل أن يصل مايكولايف في الجنوب. طلبت الأمم المتحدة بتوفير معابر آمنة لمرور فرق الإغاثة نحو المتضررين من القتال الدائر في أوكرانيا. وقالت المنظمة إن المدنيين في عدة مدن أوكرانية يواجهون ظروفا صعبة ويتعين السماح لفرق الإغاثة بالوصول إليهم في ظروف آمنة. جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الأمن خصصت لتطورات الوضع الإنساني في أوكرانيا. هذا وسدت خلافات بين روسيا وأوكرانيا بشأن عملية تسيير الممرات الآمنة للمدنيين في مناطق القتال. اتهمت كييف موسكو بالسعي لحصر الممرات الإنسانية في اتجاهين فقط نحو روسيا وبيلاروسيا، وهو ما رفضته أوكرانيا بشكل قاطع. تقرير إيمال هلالي. الاتفاق بدون شروط مسبقة يوافق عليها الطرفان، تؤكد كييف التي أعلنت عن رفضها للممرات الإنسانية التي أعلنت موسكو في وقت سابق إنشائها للسماح بإجلاء المدنيين نحو روسيا وبيلاروسيا. نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية إيرينا فيريتشوك قالت إن الممرات الإنسانية المقترحة من طرف روسيا ليست خيارا مقبولا، مشيرة إلى أن المدنيين الذين يشملهم قرار الإجلاء في مدن خاركيف وكييف وماريوبول وسومي لن يذهبوا إلى بيلاروسيا ليستقلوا بعد ذلك الطائرة باتجاه روسيا. هذه العملية غير مقبولة، مواطنون من إيفان كييف وديمير وكييف لن يذهبوا إلى بيلاروسيا ليستقلوا الطائرة نحو روسيا. نطالب موسكو بالتوقف عن التلاعب بثقة زعماء الدول. نطالب روسيا بالموافقة على خارطة طريق توضع بناء على شروط مسبقة يتم الاتفاق بشأنها. وفي وقت سابق أعلن الجيش الروسي فتح ممرات إنسانية عدة وتعليق إطلاق النار في مناطق محددة لإجلاء المدنيين من مدن خاركيف وكييف وماريوبول وسومي الأوكرانية التي تشهد معارك عنيفة. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تعلن الامتناع عن إطلاق النار اعتبارا من الساعة 10 بالتوقيت المحلي في 7 مارس وفتح ممرات إنسانية. يأتي ذلك بعد فشل محاولتين لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول الساحلية الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا، فيما تبادلت كييف وموسكو الاتهامات بانتهاك شروط العملية. ويأتي الإعلان الروسي بعد ليلة تخللتها عمليات قصف عنيف جوي وبحري وبري استهدفت مدنا أوكرانية في اليوم 12 من العملية العسكرية. وتؤكد هيئة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية تواصل تقدمها في الأراضي الأوكرانية، مركزة هجومها على خاركيف وتشيرنيهيف وسومي وماكولاييف، فيما تحشد مواردها لإطلاق هجوم واسع على كييف. أفاد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بأن ما يفوق 1 مليون لاجئ من أوكرانيا عبروا إلى الدول المجاورة خلال 10 أيام، فيما عرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس عن قلقه البالغ إزاء تدهور أوضاع هؤلاء النازحين. تفاصيل أكثر مع رجاء فضلي. لا صوت يعلو في المكان على صوت القصف والمدافع، مزايدات عسكرية بين الجانبين الأوكراني والروسي، ولا حلول دبلوماسية تلوح في الأفق في الوقت الراهن، فيما تتعمق الأزمة الإنسانية الناجمة عن هذه الحرب يوما بعد يوم.
عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بلدان مجاورة ارتفع إلى أكثر من 1,700,000 شخص حسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ما يقرب من 3/4 هذا الرقم وصل إلى بولندا وحدها، بينما استقبلت المجر أكثر من 180,000 شخص، كما استضافت سلوفاكيا 128,000 شخص، فيما عبر آخرون إلى اليونان وإلى تركيا هربا من الآثار المدمرة للحرب وأيضا إلى بلدان أخرى مجاورة، في حين حثت منظمات دولية الدول المجاورة على فتح حدودها للاجئين الأفارقة أيضا ودون تمييز. ومن أجل حشد الدعم لما وصف بأسوأ أزمة للاجئين في أوروبا والأسرع تفاقما فيها منذ الحرب العالمية الثانية، كانت الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة لها قد أطلقت الثلاثاء نداء عاجلا لجمع 1.7 مليار دولار بهدف تقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا على إثر العملية العسكرية الروسية، وبهدف مساعدة البلدان المجاورة على التعامل مع تدفق اللاجئين. تحتاج الأمم المتحدة إلى أكثر من 550 مليون دولار لتلبية الحاجات الأساسية للأشخاص الذين وجدوا ملاذا في بولونيا مثلا، التي تستضيف أكثر من نصف اللاجئين المسجلين، وكذلك الأمر في مولدافيا وهنغاريا ورومانيا وسلوفاكيا، مبلغ سيمكن من توفير المسكن وتوزيع أموال وتقديم الدعم النفسي للأشخاص الذين اضطروا إلى الفرار تاركين وراءهم كل ما يملكون. فيما أعلنت واشنطن على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكين عن اعتزامها تخصيص أكثر من 2 مليار دولار إضافية للاستجابة للأزمة الإنسانية التي خلفتها الحرب. هذا وأطلق برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة عملية طارئة لمدة 3 أشهر في أوكرانيا لتقديم المساعدة الغذائية للأشخاص الفارين من الصراع. أما منظمة الصحة العالمية فقد أعلنت نشر طواقم في مولدافيا وبولندا ورومانيا لتعزيز قدرات الاستجابة الصحية للاجئين. شرعت أمس شركة الخطوط الملكية المغربية في تسيير رحلات خاصة جديدة للمغاربة الفارين من أوكرانيا، وأوضحت الشركة أنها تواصل تعزيز عرضها للمغاربة المقيمين بأوكرانيا من خلال رحلات جديدة اليوم من مدن بوخارست ووارسو إلى الدار البيضاء بنفس السعر الثابت والبالغ 750 درهما شاملا لكل الرسوم. وتنضاف هذه الرحلات الجديدة إلى أخرى كانت قد أعلنتها الشركة في وقت سابق انطلاقا من براتيسلافا وبوخارست وبودابست ووارسو في اتجاه مدينة الدار البيضاء.